ثلاث ايام امبارح والنهارده وبكره. النهارده كمان كان بيحضر نادي المقاولون العرب. وخلينا نعرف تفاصيل اكتر من المهندس محمد عادل المشرف على الكره بنادي المقاولين. مساء الخير على حضرتك. اهلا، مساء الخير عليك وعلى الساده المشاهدين. اهلا بحضرتك. واهلا بيكم. باشمهندس، عايز اعرف من حضرتك، يعني النهارده كان في اجتماع كمان النهارده من الايام اللي كانت محدده لنادي المقاولون العرب، ايه اللي اتناقش في الاجتماع؟ يعني ايه اللي النهارده تم مناقشته من خلال الاجراءات لعوده الدوري المصري؟ في البدايه الحقيقه انا بحيي السيد رئيس الجمهوريه عبد الفتاح السيسي، السيد رئيس الوزراء، وزير الشباب والرياضه على توجيهاتهم لعوده الرياضه المصريه. لو نتكلم على اثر هذا الموضوع، لو تابعنا كلنا المحطات كل الفضائيات في العالم كله تابعت رجوع مصر للدوري ممتاز بترحاب، لان مصر بتمثل قيمه كبيره جدا، وفي ظل هذه الظروف تعني ان مصر دوله كبيره تضارع باقي الدول التي طالبت باعداد عدد الدوريات. احنا الحقيقه نمره اثنين، يمكن قبل اي حاجه انا بشكر فعلا الزملاء باللجنه الخماسيه. انا الحقيقه كنا في اجتماع وهحكي لك على كل اللي شيء فيه. اتفضل. لكن لقيت مستوى عالي جدا من الاحترافيه، دارسين كل الامور ودارسين كل الموضوعات، لدرجه ان كنا اللي بنفكر فيه الحقيقه لقيناهم عارضين. نخش بقى بسرعه في ايه اللي مطلوب. كان النهارده حاجتين، خلاص اعاده الدوري في زي ما السيد الوزير قال انها تبدا التدريبات من يوم 20 والمسابقات من يوم 25. ده موضوع غير قابل للنقاش، ولكن بدانا نتكلم في العقبات اللي ممكن تواجه الفرق امام هذا الموضوع، وتكلموا كل الزملاء اللي موجودين في الاجتماع في العقبات، ويعني من ناحيه الفلوس، من ناحيه اللعيبه اللي موجوده في الخارج، من ناحيه الوقت، كل الكلام ده طبعا الساده الزملاء في اللجنه الخماسيه بيجمعوا هذه النقاط، وعدوا ان هم هيدرسوها مع الوزاره ويجوا بالرد خلال هذا الموضوع، وده شيء متحضر جدا وحضاري جدا يعني. الموضوع الثاني الحقيقه، ويمكن الناس كلها كانت بتلومهم، انتوا ما طلعتوش اللائحه، ما عملتوش اللائحه، اللائحه ما اتعرضتش على الجمعيه العموميه، ولكن لقيتهم فعلا النهارده بيناقشوا اهم بنود اللائحه علشان يعدوا اللائحه كلها، وبعدين يبعتوها للانديه عشان بس الناس اللي متابعه تقرا وتشوف وتاخد قراراتها، وبعدين تبعت تاني للاتحاد اذا كان هناك اي جديد، وبعد كده تعرض على الجمعيه العموميه لاخذ النظر. من اهم ملامح اللائحه الجديده طبعا تقليص اعداد الانديه ال 95 نادي، وده شيء محترم، وكل الانديه قديدته مده الثمان سنوات، ومده الثمان سنوات الحقيقه هم مقدمين مقترح كويس جدا كل الانديه وافقت عليه، ان ثمان سنوات العضو لو هتترشح نائب يبقى 8 سنوات تانيين، لو هترشح رئيس يبقى من حقك 8 سنوات تنفيذ. والحقيقه لما قعدنا نتناقش معاهم لانهم دارسين كويس قوي وجايبين اللي فيه بقى تعليمات واللوائح الكبرى كلها، والحقيقه حاجه يعني مريحه، واحس فعلا ان في ناس بتشتغل صح. النقطه اللي بعد كده برضو كانت مهمه جدا، وهي رابط الانديه هيتعمل رابط الدوري الممتاز، والعائله لهم مراعين كل الامور اللي مطلوبه، انها لها استقلاليه ماليه ومكانيه وكله كامله، هي اللي هتدير المتابعه. والحقيقه يعني تناقشنا في هذا الكلام لان الاعداد جيد، وخدوا من الزملاء واضافوا، فده برضو كانت من النقاط المهمه. النائب هل يتم انتخابه في الاول او في لما الاعضاء تنتخب؟ لا، فقلت الاول هم كانوا موافقين. الحقيقه كانت جلسه مثمره جدا جدا، وزعوا علينا برضو دفتر كبير قوي اكثر من 120 ورقه للاجراءات الاحترازيه لمواجهه هذا الفيروس. طبعا كان في زملاء كتير لهم اعتراضات مش على المسابقه، ولكن على الظروف والاشياء اللي بتقابلنا والعقبات اللي هتقابلنا. زي ايه؟ يعني كانت بعض الاعتراضات زي ايه؟ ما احنا قلنا حضرتك اتكلمت بره، فرق هيحلوا المشكله دي ازاي؟ ان في تكلفه ماليه
هيتم مع الانديه، هيحلوا المشكله دي ازاي؟ تمام. الوقت والتوقيتات هيبقى شكلها ايه؟ كل الكلام ده قعد بدراسته ورجوع تاني للسياده المسؤولين لمحاوله بحل هذه المشاكل. طيب لو بالنسبه لنادي المقاولون العرب، هل حضرتك شايف 35 يوم كافي لعوده النشاط واستئناف كمان التدريبات وبدء الدوري من جديد؟ هو استئناف الدوري عفوا. يعني ايه؟ مش فاهم حضرتك. يعني من النهارده الكلام اتقال ان يوم 20 هنبدا التدريبات، ويوم 25 يوم 25 تبدا المسابقات، تبدا بقى يوم 30 يوم 5 8 ما ده اللي احنا بنقوله. يوم 10 8 ده الكلام اللي هيدرسه الاتحاد عشان يشوف المدد ويشوف الكلام ده ويدي الاوقات ايه. هيكون اللعيبه اللي جت بره هتيجي في قد ايه؟ كل الكلام ده بحيث احنا بنقول المسابقات هتبدا يوم 25، ولكن مش شرط ان يبدا يوم 25 في مباراه، يمكن بعديها باكثر من كام يوم، بعديها باسبوع 10 ايام. المهم الكلام ده كله هيدرسه الاتحاد. طيب الاعتراض على بعض الحاجات زي ما حضرتك اتكلمت خاصه بالامور الماليه والماديه، هل كان في مقترح لحل الامور دي ولا الجميع خلاص؟ يعني هو في الاول في الاخر الجميع اكيد هيوافق على القرار اللي هيتخذ بشان كره القدم او استكمال استئناف المسابقه. الاعتراضات اللي اتقالت خلال الاجتماع كان في جزء منها من الانديه المشاركه في افريقيا، في بطولات في افريقيا. زي ما قلت لحضرتك ان لازم نفصل، الوزير اعلن والدوله قالت في دوري ممتاز هيتلعب خلاص، ولكن في بعض المشاكل بتواجه الزملاء زي مثلا بتوع اسوان بتوع طنطا، التكلفه والكلام ده كله، الكلام ده هيتحل. نفس الكلام برضو الفرق اللي لها بالشركات في افريقيا اللي هتترتب مع الجدول بحيث توفر لها المواعيد المناسبه اللي تفكرها من هذا الكلام. اتكلم على الفلوس وقالوا وعدوا ان هيتم مساعدات للانديه مقابل هذا الكلام. تمام. مهندس محمد عادل المشرف العام على الكره بفريق نادي المقاولون العرب، بشكرك شكرا جزيلا.